عقدت لجنة التراث العالمي مؤتمرها الصحفي الأول، وذلك في قرية اليونسكو بمملكة البحرين بحضور السيدة أودري أزولاي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، ومعالي الشيخ هيا بنت راشد الخليفة رئيسة لجنة التراث العالمي لعام 2018 ورئيسة الاجتماع 42 للجنة، ومعالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث قالت معاليها إن اجتماع لجنة التراث العالمي يؤكد أهمية العمل الثقافي وقدرته على توحيد العالم للوقوف إلى جانب الهوية والمكتسبات الأصيلة للبشرية، مضيفة سموها أن الاجتماع يقام بجهود كبيرة قدمتها طاقات بحرينية مؤمنة بقدرة بلادها على صنع الفارق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وعلى هامش المؤتمر تمت الإشارة إلى أن المشاركة مع الجهات الرسمية المعنية بالتراث الإنساني كمنظمة اليونسكو التي تقوم بعمل استثنائي لا يقتصر على رسم الخطط والاستراتيجيات، بل متابعة تنفيذها من أجل تحقيق التنمية المستدامة للعالم قبل حلول عام 2030. هذا وتوجهت السيدة أودري أزولاي بالشكر لمملكة البحرين لجهودها في استضافة اجتماع لجنة التراث العالمي، وأشارت إلى أن في البحرين يجتمع أكثر من 2000 خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي من 139 دولة لتبادل الخبرات وبحث المواضيع المتعلقة بالتراث، مؤكدة أن هذا دليل على تمسك المجتمع الدولي بمبادئ حماية التراث وعمله على مد جسور التواصل بين مختلف الشعوب والحضارات. أهمية هذا المؤتمر هو أن يعني نؤكد من البحرين أن اتفاقية حماية التراث العالمي يتم احترام تطبيقها وفقا لكل المعايير التي وضعتها تلك الاتفاقية. يعني احنا في البحرين وفي أي بلد آخر متحضر يجب أن يتم احترام القواعد التي وضعتها الاتفاقية لتسجيل المواقع الأثرية. يعني أنا ما ممكن أحط هذا الموقع أو ذاك الموقع الثاني أرفضه على حسب اتجاهات سياسية أو اتجاهات، ما ممكن، هذا مستحيل. يجب أن احنا نراعي القواعد والرولز اللي حطتها الاتفاقية حول كيفية والمعايير المستخدمة في تقييم المواقع الأثرية في كافة أنحاء العالم.